مساء الخير، مساء المونديال، ساعة جديدة من ساعات المونديال. كنرحب بكم فيها في إطار منافسات كأس العالم على ميديان تي في، كأس العالم ديال المفاجآت بامتياز. بعد اندحار الماتادور الإسباني أمام هولندا، منتخب آخر مرشح للعب الأدوار الطلائعية مني بهزيمة مفاجئة، ويتعلق الأمر بالأوروغواي اللي خسر أمام كوستاريكا 3-1. كولومبيا في المقابل انتزعت نقاط الفوز الثلاث بانتصار أمام اليونان بثلاثية نظيفة. بالمقابل هزيمة إسبانيا المدلة أمام هولندا بخمس إصابات لواحدة أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد. الصحافة الإسبانية يعني تفننت في نعت هذه الكبوة التاريخية فسمتها بالكارثة أو الكابوس. كأس العالم متواصلة غدا بأربع لقاءات لا تقل أهمية، حيث نترقب دخول حلبة التباري أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب. يتعلق الأمر بالمنتخب الأرجنتيني الذي ينازل البوسنة. غدا أيضا فرنسا أحد الفائزين بالمونديال تستهل المشاركة ديالها في كأس العالم بمواجهة الهندوراس، فيما سويسرا تواجه الإكواتور. قبل الدخول في التفاصيل، هذه أبرز عناوين العدد الرابع من ساعة المونديال. كأس العالم ومع انطلاقتها تواصل حمل المفاجآت. بعد كبوة إسبانيا أمام هولندا، كوستاريكا تفاجئ الجميع بفوزها على الأوروغواي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وكولومبيا تتخطى شبح فالكاو وتمطر شباك اليونان بثلاثية. الصفعة القوية التي تلقاها المنتخب الإسباني بهزيمته أمام هولندا بخمس إصابات لواحدة تخلف ذهول واستغراب وسائل الإعلام الإسبانية التي نعتت الهزيمة بالمدلة والكارثة وبأنها كابوس. كأس العالم متواصلة بمباريات اليوم الرابع، حيث يدخل مضمار المنافسة أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب الأرجنتين ونجمها ميسي يواجهان البوسنة. فرنسا تقص شريط مشاركتها بمنازلة الهندوراس، فيما سويسرا تقابل الإكواتور. وللحديث عن كل هذه المواضيع أرحب مرة أخرى بالمدرب المغربي السي فخر الدين رجحي. فخر الدين، مرحبا بك من جديد. مرحبا جلال، ومرحبا بفؤاد والسي كابتن سباي وكل مشاهدي الكرام. أنا يعني أول كلمة نقولها في هذه الحصة ديال ساعة المونديال هي تسليم. تسليم تسليم السي فخر الدين، لأن وبزاف على هذا الشيء. يعني لحد الساعة النتائج ديالك تكهنة صحيحة 100%، وقلنا ربما وبهذه العبارة العامية قلت لك ربما عتزق لها، فينالمون جبتيها لاصقة. ويمكن هي تخمينات، ولكن حتى على أرض الواقع يمكن كرة القدم اللي كتهضروا عليها دابا أنتم ديال 2014 ماشي هي ديال السبعينات، وانت غادي كانوا الفرق هذيك الساعه كانوا نيت قويين، وما دام يمكن امور بدات كاين تكافؤ. نعم. غير اللي كيخدم راه هو اللي كيوصل، هذا كاين. وكاين العزيمه الاخ جلال، حنا يعني كان عندنا اتفاق اننا نعطيوك هذا الكاس العالم الكبيره، لكن ربما دابا لا 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 لا, لا دابا نمشيو ربما ابعد، لان دابا نعطيو شي حاجه اكثر. ربما انا خممت نعطيوك الطابله هي اللي بقات، وبعد نعطيوك التلفزيون. لان البارح جلال قلت يعني في الكواليس قلنا الا جبت الى يعني الا كان التخمين ديالك صائب غادي نصيفطوك للبرازيل، ولكن ربما تراجعنا شويه. هذه اللي قال لك فؤاد نقدر نقول لك نقبلها ما نقبلهاش. انا غير حاجه واحده، يمكن عيطوا لي الماني يدوني بلاصه ذاك الاخطبوط. بول 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 الاخطبوط. فخر الدين معنا كذلك الزميلين العزيزين السي محمد السباعي، مرحبا بك. اهلا بك جلال، واهلا بالحضور. وفؤاد الحناوي، مرحبا فؤاد. مرحبا جلال، ومرحبا فخر الدين. وربما اكبر خاسر في هذه العمليه للمشاهدين الكرام هو احمد السباعي، محمد السباعي، لانه اليوم هو اللي غادي يؤدي فاتوره العشاء، لانه بطبيعه الحال كان يعني مخاطر على الهواء، مخاطر مع السي فخر الدين انه بيثبتها. وانت احنا من اكبر الفائزين، لان احنا مدعوين يعني في اي حاله، يعني كان فاز فخر الدين ولا فاز محمد السباعي احنا هم اكبر الفائزين في هذه العمليه.
ربما انا كذلك لان خاصني نخلص العشاء في المرسي محمد السباعي حاضرين اللي يعزمنا للعشاء. هو كان كيسال على واش كاين شي مطعم مصري في طنقه، ولكن ربما في طنقه. نذكركم اذا مشاهدينا الكرام بانه يمكنكم انتم تشاركوا معنا عبر صفحه برنامجكم برنامج الماتش على الفيسبوك، كذلك عبر يعني المونديال @mediantv.com واللي هو البريد الالكتروني ديال هذا البرنامج. كما يمكن لكم تشاركوا معنا برسائل قصيره اس ام اس على الرقم 5850. بغيت نذكركم كذلك مشاهدينا الكرام انه يمكن لكم متابعه كل اخبار المونديال على البوابه الخاصه اللي وضعتها ران اشارتكم قناه ميديان تي في طوال فعاليه كاس العالم، وذلك بالدخول على الرابط التالي www.brazil2014.ma www.brazil2014.ma. آخر الأخبار، نتائج المباريات مباشرة، الترتيب وكذلك أهم لحظات حلقات برنامجكم ساعات المونديال لكي تعيشوا إذن المونديال بكل تفاصيل ديالو www.brazil2014.ma. بسرعة يعني فخر الدين، يعني مونديال المفاجآت هذا بعد يعني الخسارة الثقيلة للإسبان، خسارة كذلك ثقيلة لمنتخب الأوروغواي اللي كان في نصف نهاية آخر المونديال أمام من؟ أمام كوستاريكا 3-1. يمكن أجل أنا نقدر باقي ما نقولش مفاجآت، لأنه إذا هضرنا على منتخب إسبانيا ما هولندا، راه منتخب هولندا هذا منتخب نعم. قوي منتخب عنده. غير النتيجة يعني النتيجة، النتيجة كانت مفاجئة، أما نعم. الهزيمة في حالة الهزيمة أو يعني أو التعادل نعم. فهي عادية تقدر نعم. تكون عادية، لأن يمكن كتكلم مجال وأنا كنشاطرك الرأي بأنه النتيجة كانت قوية وكانت صدمة. بالنسبة للهزيمة اليوم ديال المنتخب الأوروغواي، تكلمت أنا أمس وقلت بأنه منتخب اللي داز في الملحق مع منتخب ديال الأردن، لولا يعني الحمد لله اللي المنتخب الأوروغواي لقى في الملحق منتخب ديال الاوروغواي ديال الاردن، لو يعني واجه منتخب اخر قوي يعني من حجم الفرق اللي معروفه يعني كان يمكن ما يتاهلش. اليوم المنتخب ديال الاوروغواي انا تبعت المباراه يعني لا كافاني ولا فورلان، حتى هذا المدرب يمكن باقي هو عمل نفس الخطا اللي دخل فيه ديال بوسكي، وهو يعني دائما يعول على 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 بعض العناصر اللي هي انا كنقول فورلان عطى الشيء الكثير للمنتخب الاوروغواي، ولكن بامكان يعني يكون لاعب اخر يعوض فورلان. هناك كافاري اللي كيلعب مع باريس سان جيرمان، لاعب واحد هو اللي هزم يعني الاوروغواي وهو كامبل، لاعب نعم. واحد نعم. هو اللي كان في الخط الامامي في الهجوم، هو اللي كان كيدير بجميع المحاولات، كتجي ضربه جزاء نعم. اللي كتغير مجرى يعني ديال 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 المباراه، وكتعطي يعني كيف كنقولوا حنا الصلاحيه نعم. باش يتقدم الفريق ديال المنتخب ديال الاوروغواي، ولكن كتبان من خلال يعني الشوط الثاني على ان المدرب ديال كوستاريكا غير من يعني كيف كنقولوا حنا لانيماسيون، يعني الطريقه باش كان كيلعب بها المنتخب الكوستاريكي على انه كان شويه راجع الدفاع ولا كيهاجم وخلق محاولات، وها هو كامبل تيزيد ياكد بانه احسن عنصر في هذه المقابله، استطاع باش يسجل يعني اصابه، وحاولوا باش يسجلوا الاصابه الثانيه، ثم كتجي الاصابه الثانيه بعد تمريره في العمق. ولكن انا نقدر نقول لك جلال بان المنتخب الاوروغواي الى انهزم اليوم كما قال كابتن السباعي، فماشي يعني ضعف المستوى اللي ظهر به المنتخب الاوروغواي فيكون فاجئ به الجميع، لانه حتى في الليم الناسيونال يعني عندما كانت تقدم يعني النشيد الوطني ديال الاوروغواي كيبان لك في الملامح ديال الوجوه ديال اللاعبين، وكان كاين هناك تخوف جلال نعم. ما عرفتش علاش راه كيبان لك بان كاين هناك تخوف، وحتى اللاعبين ديال كوستاريكا يمكن دخلوا مقتنعين على انه الكل كيرشح منتخب ديال الاوروغواي، ما كاينش شي واحد اللي ما كانش كيقول بان المنتخب الاوروغواي بحكم يعني المشاركه ديالو في كاس العالم، بحكم يعني الظهور ديالو دائما كيكون ظهور قوي، اليوم كيف كنقولوا حنا تيسقط امام العزيمه، لانه كاين فرق ما بين العزيمه القويه ديال المنتخب الكوستاريكي اللي انتصرت
على كيف كنقولوا حنا يمكن منتخب ديال اوروغواني كان منتصر على نعم. على كوستاريكا مسبقا. نعم قبل ما تبدا المباراه فؤاد يعني كيف ما قال بدر الدين فخر الدين يعني بدر الدين التحق بنا الله يرحم والديك بغيتي نمشي دابا قبل ما يجي بدر الدين ما عنديش ورقه صفراء لا 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 نعمل الراس هذه بطاقه صفراء لي غير بغيت نقول فؤاد كما قال الاستاذ فخر الدين وهو ان يعني كوستاريكا ربما فاجأتنا احنا بالمستوى اللي ظهرت به لان احنا كنتكلموا على ضعف ربما المنتخب ديال الاوروغواي لكن ديك الشجاعه اللي لعبات بها العناصر ديال كوستاريكا فاجأتني انا شخصيا وكنظن انا فاجأت كذلك المنتخب ديال الاوروغواي. نعم فاجأتنا جميعا وحنا كنا ربما على سبيل المزاح كنا كنتحدثوا مع فخر الدين بالامس انها غتفوز ربما لم يكن احد يراهن ثم ربما فقط الجمهور ديال المنتخب الكوستاريكي اللي كان ربما في هذا المنتخب اللي احتل المركز الثاني في التصفيات نعم. المؤديه لكاس العالم في منطقه الكونكاكاف وتقدم على منتخبات قويه كالمكسيك يعني حل في المركز الثاني وثبت انه خلال ديك 10 دقائق 15 دقيقه المنتخب الاوروغواي باش يقوم بعد المناورات كتجي ضربه الجزاء يعني كان هناك احتكاك بين لاعبين الحكم كتبقى ليه الصلاحيه انه يعلن او لا يعلنها على ضربه جزاء من هذا القبيل ثم شاهدنا الاستقاده ديال المنتخب ديال كوستاريكا كنا كنشاهدوا المباراه انا وسي محمد السباعي كنقول له يعني كنشوفوا هذه ماشي هذا السيناريو اللي كنا كنترقبوا منتخب اوروغواي يرجع الى الخلف للدفاع عن هدف المبكر ديال الدقيقه العاشره ديال اللاعب كافاني ثم منتخب كوستاريكا منتخب منظم يجيد تمرير الكره يجيد التحكم في وسط الميدان وكيحاول انه يوصل للدفاع العجوز ديال المنتخب الاوروغواي اللي كيقودوا المدافع لوغانو عميد المنتخب اللي كان بعيد كل البعد عن المستوى في وقت اللي خط الهجوم مشكل من فورلان اللاعب اللي لازال المدرب تافاريس يتمسك به بالرغم من تقدمه في السن تحدث على اللاعب كامبل اللاعب جويل كامبل هذا اللاعب اللي هو ليس بالمجهول عن الساحه الدوليه لاعب فريق اولمبياكوس اللي كان تالق في المنافسات الأوروبية هذا الموسم مع نادي اولمبياكوس نجح في اقصاء نادي في مواجهه نادي مانشستر يونايتد انه سجل على هذا الفريق هو في ملكيه نادي الارسنال وتنقل على عبر العديد من الفرق سواء في فرنسا مع نادي لوريون او في اسبانيا مع فريق بيتيس قبل ان يحط الرحال هو معار فقط لفريق اولمبياكوس هو في ملكيه الارسنال وهذا اللاعب شفنا كيفاش خلق متاعب كثيره لوحده في هذا الدفاع ولكن دفاع عجوز دفاع ثقيل بطيء يعني اي لاعب يعني بهذه الخاصيات وفي سن 21 كان بامكانه انه يتلاعب بدفاع المنتخب الاوروغواياني وحنا نعيش كره القدم نعشق كره القدم نحب كره القدم لكي نعيش مثل هذه اللحظات لحظات انك ترشح منتخب ولكن في نهايه المطاف الكره لا احكام اخرى. سي محمد السباعي الحقيقه كوستاريكا قدمت درس مهم جدا للعالم اسمه انك تقدر انك تحلم وتصنع الفارق وانا اعتقد ان ده حصل بواقعيه شديده قدمها لنا الحقيقه خورخي لويس بنتو مدرب الكولومبي اللي يعشق الكره الجماعيه والكره الجميله لعبه كره اللمسه الواحده والتحرك بعمل جماعي منتخب اوروغواي حسيت النهارده يا جلال لاول مره من فتره طويله جدا يمكن تفضل الكابتن فخر الدين واشار انه عبر عن طريق الاردن كلام سليم لكن انتظرنا منه الافضل يعني انتظرنا انك لما تصعد بالصعوبه دي زي المكسيك مثلا زي جينا اردنا ان احنا نقارن المكسيك قدمت عرض كبير وشو رائع يمكن امتلكت زمام الامور طوال 90 دقيقه الكاميرون مش موجود يعني على العكس هما منتخبين محمد السباعي من نفس المنطقه من نعم بالظبط ما ده اللي انا عايز اقوله لك تقريبا مدرسه واحده لكن النهارده حسيت ان الاوروغواي في أسوأ حالتها لم تقدم اي شيء ولما لاعب واحد يلعب فرقه كلها لاعب اسمه كامبل يقدم الدور ده النهارده مع برايان رويز يمكن هم ابرز العناصر وفي لاعب الباك ليفت اللي بيلعب في ماينز الالماني جونيور دياز لا قدموا عرض محترم جدا
واعتقد انهم ضربوا بقوة وقدموا ناقوس خطر لكل الفرق جلال. نعم. اسمه ان الفرق الصغيرة ربما البطولة دي بالذات بالذات تكون الفرق الصغيرة لها دور. نعم. وتغير خريطة كرة القدم اللي احنا عارفينها، لانه اذا كانت البداية كده في جولة اولى فماذا سيكون القادم. هم برضو جم بمفاجأة على فكرة سنة 90 برضو لما لعبوا مع البرازيل في المجموعة اللي فيها كان فيها السويد وكان فيها النرويج، فرق سابقاهم في كرة القدم، لكن تجاوزوا عن طريق الفرق دي وصعدوا مع البرازيل، فريق محترم جدا. أوروغواي كانت بتعاول، المشكلة بقى اللي صدرتها كوستاريكا ان أوروغواي كانت بتعاول على هذا اللقاء كضربة بداية قوية، هتروح بعد كده للأصعب. يعني تخيل بقى ان هي رايحة لإنجلترا ورايحة بالظبط ثم إيطاليا، فإذا كانت البداية كده أعتقد انها بداية ليست مبشرة. وبرضه يشارك فيها أوسكار تاباريس، المشكلة اللي قلناها على فيسنتي ديل بوسكي نفس الأسماء هي وانت مغمض كده هتقول هنا لوجانو، هتقول جودن، هتقول فورلان، هتقول كاسيرس، هتتكلم عن نفس العناصر. أنا هي هي أسأل لو كان فسيك يعني موجود اللاعب لويس سواريز، كان ممكن يعني يساعد كفاري كثير بالنسبه انا اقول يعني لو حتى غياب يعني صحيح يعني لويس سواريز اثر كثير، لانه فورلان الضربات الثابته يعني. لكن فخر الدين المنتخب الاوروغواي ما ننساوش انه عنده لاعبين شباب، هو المنتخب ان لم تخني الذاكره ربما تاكدوا بذلك بعد انه ربما خاض المباراه النهائيه ديال كاس العالم لاقل من 20 سنه في تركيا العام الماضي بمجموعه شابه واعده اللي تهبطت عليها العديد من اللاعبين ديالو، تهبطوا عليهم العديد من الفرق الكبرى. يعني كان هناك خلف، ولكن للاسف كما كنذكروا انه يتم الاحتفاظ بنفس التركيبه العجوزه والثمن تم تاديته نهر اليوم قبل الاوروغواي. وسنواصل فؤاد الحديث لان باقي كاين ما يتقال على هذا الانجاز اللي حقه المنتخب الكوستاريكي، وربما بغض النظر على النتيجه الطريقه اللي لعب بها وديك الشجاعه، لان كان ضغط يعني ضغط شامل في الشوط الثاني خصوصا بالنسبه للمنتخب الكوستاريكي اللي كان يسجل اكثر من ثلاث اهداف. نلتقي، خليكم معنا بعض لحظات قليله لنتحدث كذلك حول لقاء المنتخب الكولومبي والانتصار ديالو اليوم على اليونان بثلاثيه نظيفه. خليكم معنا. مرحبا بكم اذا من جديد في هذا الجزء الثاني من ساعات المونديال، والحديث مره اخرى انتحار المنتخب ديال الاوروغواي اللي كان يعني تماما خارج الخدمه، والاصعب ربما هو اللي كينتظروا كما قال السباعي قبل لحظات. يعني كل مباريات الاولى تكون مفتاح لكل المنتخبات، تضيع مباراه يعني ضد على يعول عليها كثير المنتخب الاوروغواي، يعني انتصر لكوستاريكا لان من بعد توجه منتخب يعني الانجليزي ثم المنتخب الايطالي، ماشي من السهل. هادو جوج ديال المنتخبات اللي صعيب حتى على الورق كنتكلموا عليهم كتحس على اننا منتخبات، يعني كل منتخب اليوم الى منتخب كوستاريكي فاز ما كنقولش انا غادي يفرح باش يكون عنده حظوظ، وانما غادي يبقى عنده واحد الامل ديال لانه اذا فاز ما تعرف من الكره القدميه دي، ولكن هي صعيبه مع ايطاليا. نعم، ولكن ما كتشوفش معايا اننا وجلال كيقول هذا مونديال المفاجات، شفنا هذه المفاجات الاولى، احنا ربما ننتظروا مفاجات اخرى في المجموعه، لان ربما الاوروغواي تنهزم بهذه الطريقه امام كوستاريكا يمكن ننتظروا فوز ديالها يا اما على ايطاليا يا اما انجلترا، كما قلنا كل شيء وارد في هذا الكاس العالمي. علاش ما نتكلموش على القضيه هذه سنوات؟ نعم، رجعنا للوراء يمكن من الخمسينات الستينات كانوا كل المنتخبات كتشارك بلاعبين محليين. نعم، يعني والقوه اللي عند البرازيل وعند الاوروغواي واللي عند كولومبيا واللي عند اي فريق الارجنتين ما تقدرش عليهم، لان علاش؟ لاعبين محليين ولكن بطوله قويه. اليوم دابا كل المنتخبات عندها لاعبين دوليين كيلعبوا خارج ارض الوطن. صحيح، وهذا هو يعني اللي كيخلي ما كنقدرش نقولوا مفاجات، وانما كنقولوا كيكون تكافؤ. هذا هو اللي خلى التكافؤ يكون في المباريات، لان ملي كتلعب انت مع لاعب لاعبين اللي تقريبا المستوى ديالهم نقدر نقول لك انا غادي نلعب مع منتخب ارجنتيني كله كيلعب في اوروبا، وحتى ذاك الفريق حتى ولو انه فريق اللي ما عندوش يعني كيف كنقولوا خبره في كاس العالم او كاس اوروبا ولا هذا، فهو كيجي
بدوك اللاعبين اللي كيخرجوا يلعبوا كيف نقولوا حنا حتى هما فرق ما كتكونش يمكن قويه بحجم اللي كيلعبوا في المنتخب ديال اسبانيا او منتخب ديال الارجنتين او البرازيل، ولكن كيكونوا في واحد الفرق في المانيا في فرنسا في البرتغال وكيعطيوك دم جديد ويكونوا بعدا قويين. نعم. تيكون عندهم شجاعه العزيمه. وحنا غادي نرجعوا للمباراه ديال كولومبيا ونتذكروا على اللاعب لقب 10. نعم. اللي كان من احسن العناصر في متوكل مع موناكو. انا كنظن يعني بالنسبه للاوروغواي ان المنتخب هذا كيحقق دائما البعض كيقول انه كيحقق نتائج ايجابيه لما لا يكون في ثوب المرشح، يعني حتى في نسخه العام 2010 ما كانش منتخب اللي صنف ضمن المنتخبات المرشحه للسير بعيدا في المنافسه العالميه، لكنه كذب كل التكهنات وتمكن انه يمشي. نعم. درجه بدرجه، وحتى انه ربما الحظ اللي ساعده كنا كنذكر كرو امام منتخب الغاني واليد ديال شكون هذاك الشيطان. نعم. لويس سواريز اللي منعت غانا ما يمشي للنصف النهائي، لكن في هذه الدوره ربما ملي كيدخل منافسه عالميه في ثوب المرشح ربما ما كيجيش مع هذا الثوب والضغط المفروض عليه ما كيخليهش يقدم العروض المرتقبه. يمكن 2010 يمكن حتى كيف قلت لك فؤاد 2010 يمكن تسيم. نعم. كان باقي كانوا لاعبين باقي شويه يعني ثوب المرشح ربما كيكون بعد مره ثقيل على 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 الكتاف اللي ما كانش المنتخب محضر نفسه بالطريقه يعني المواتيه. اللقاء الاخر اليوم كولومبيا اللي يعني نسات يعني ديك البوليميك والهضره على غياب احسن لاعب ديالها الابن البار راداميل فالكاو، وانتصرت واحد انتصار اللي خلينا نسميوه يعني سهل ومقنع امام منتخب اليونان. قلنا في بدايه الحلقات جلال ويمكن الزملاء يشاركون الراي ان منتخب الكولومبي من المنتخبات المرشحه ان هي تكون برضه ليها دور او هتقول كلمتها قياسا بمسيره تصفيات على مستوى عالي حصلوا فيها على المركز الثاني خلف الارجنتين، قياسا بمجموعه من اللاعبين على مستوى عالي جدا بينافسوا في كبريات الانديه الاوروبيه. يكفي ان احنا نقول ان خط الدفاع في ثلاثه اساسيين في الدوري الايطالي وليهم دور محترم جدا، بيديك دلاله بس او بيديك انطباع انهم بيقدروا يدافعوا كويس. اللعيبه اللي موجوده في وسط الملعب سواء اللعيبه اللي شفناها ان كان سانشيز او ان كان بتتكلم على ابل اجيلار اللاعب نمره 8 اللي كان ليه دور مهم جدا في ماتش النهارده وبعتبره احد نجوم اللقاء. قناعات وفكر بيكرمان الحقيقه شفناها عمليا على ارض الملعب، فريق بيلعب اللمسه واللعبه السريعه، تحركات بيظهروا البعض يعني حاجه جدا لفتت نظري. يمكن كنا بنتفرج انا والكابتن فخر الدين انهم بيهاجموا باكثر من طريقه، ما مالوش سيستم واحد في الهجوم، سواء انطلاقات من على الاجناب وعمل كرات عرضيه منها اللي جه الجون الاول، او سواء برضو في عمليه الهدف الثاني اللي هي جمله معموله من ضربه ركنيه بيتحرك لها واحد على الايم القريب وواحد يتابع ورا، كانت جمله في منتهى الروعه، او حتى الجون الثالث اللي سجلوه. يعني هتبص تلاقي في تنوع في الهجوم، والفرق اللي عندها تنوع في الهجوم يا جلال معناها انه في من المرونه التكتيكيه اللي بيقدر يعمل اللعيب بيقدر ينفذ ده طالما فكر. نعم. المدير الفني بيتوازى مع اللاعبين، وخلي بالك انه راداميل فالكاو الهداف العظيم مش موجود وهذا في غياب راداميل فالكاو بعد حل، لكن يعني هجوم المنتخب الكولومبي هجوم متميز، دفاعه كذلك دفاع جد صلب، كان احسن خط دفاع في الاقصائيات امريكا اللاتينيه المنتخب الكولومبي اللي برز اليوم يعني، والطريقه اللي لعب بها وديك فيه شخصيه المنتخب اللي يمكن له يمشي بعيد في هذا المونديال. نعم. واللاعبين ديالو جلال يبيس العميد لاعب. نعم. اللي راكم تجربه. نعم. كبيره كيمارس منذ سنوات وان لم يكن لاعب اساسي فريق. نعم. اسي ميلان، ولكنه راكم تجربه في البطوله الفرنسيه. نعم. هناك اوسبينا ايضا يمارس. نعم. بالبطوله الفرنسيه حارس متميز اللاعب الخامس هرنانديز لاعب الخامس هذا اللاعب رقم 10 لاعب اللي كان كيمارس مع راداميل فالكاو في فريق بورتو وقبل ما يلتحق بنادي موناكو، واللاعب اللي كان اصغر لاعب في البطوله الارجنتينيه لاعب اجنبي بدا بشكل صغير مثل البطوله الارجنتينيه في 16 سنه ودخل عالم الاحتراف فريق بانفيلد في سن 17 سنه، يعني لاعب اللي ربما الان كيجلب الانظار ديال العديد من الفرق. طبعا الحال هذه كلها معطيات كتجعل تقولنا ان كولومبيا
صانعي القهوة، يعني ربما حتى اليونانيين اللي مغرمين بشرب القهوة اليوم شربوها مزيان ثلاثية نظيفة. المنتخب الكولومبي كيتسمى لوس كافيتيروس، يعني المنتخب اللي صراحة اليوم تغلب على منتخب يوناني هو اللي هذه المشاركة الثالثة ديالو في كأس العالم، خسر جميع المباريات ديالو في جميع المشاركات، انتصر في لقاء واحد منذ أول مشاركة ديالو كانت في 94 في الولايات المتحدة، كان انتصر في آخر كأس العالم بجنوب إفريقيا أمام نيجيريا. فخر الدين، هناك العديد من المشاهدين الكرام اللي يعني المشاركة ديالهم اليوم معنا عبر البريد الإلكتروني ولا عبر صفحة الفيسبوك كتخص مباشرة لا منتخب كولومبيا ولا منتخب كوستاريكا بل تخمينات فخر الدين. برافو فخر الدين، كيقول مهدي سبيرو بونسوار فخر الدين، لان جميع يعني التخمينات ديالو صحيحه. كيقول طارق الرجوي بونسوار جلال فخر الدين كي غاني لو ديفي برافو فخر الدين لو روا ديال لي برونوستيك. كيقول سيمو بولاكوت برافو فخر الدين، يعني كيقول واحد المشاهد الكريم كذلك بغينا فخر الدين يقول لنا من سيفوز بهذا كأس العالم. سي فخر الدين يعني يمكن لك نسيت لا غير تنقص انا ما نخليناش نتسناو حتى 13 غير طلقنا دابا فهمتي واحد القضيه دابا انا درت هذا ونجحوا لي غادي ندير واحد الكابيني وندير بالفلوس. اذا مشاهدينا الكرام الان غنتلاقاو مع يعني الفقره ديالنا اليوم اللي هي الفقرة الثابتة في ساعة المونديال ملف المونديال. إذا يعني غدات الهزيمة الثقيلة للمنتخب الإسباني كان يوم أشبه بالحداد، يعني بعد الخسارة أمام هولندا وبخماسية في أولى مباريات كأس العالم بالنسبة للروخا، كلمات من قبيل الفضيحة الإدالة الكابوس تصدرت الصفحات الأولى للصحف المحلية. قراءة في أهم عناوين الصحافة الإسبانية في تقرير للزميل عبد الله جعفري. منتخب إسبانيا سيد أوروبا وملك الكرة العالمية يتنازل عن عرشه يا سادة. خماسية هولندية من نار طوت ولو إلى حين صفحة بطل سقط سقوطا مدويا في مشهد مفاجئ لم يكن متوقعا من أشد المتشائمين من عشاق المستديرة حول العالم. الصحافة الإسبانية التي تغنت ولسنوات بفتوحات لافوريا الرخاء نسيت عبارات المدح والثناء وفتحت قاموس خيبة الأمل على مصراعيها. صحيفة آس وصفت الهزيمة باللغز الكبير وأضافت بأن الجيل الذهبي للكرة الإسبانية بدت عليه أعراض الاستنزاف، ناقلة تصريحات لقلب الدفاع سيرخيو راموس والذي هون على نفسه بالقول إنه من الحماقة الحديث عن نهاية مشوار الإسباني في المونديال بعد الخماسية الهولندية. صحيفة البايس نسجت على نفس المنوال وقالت إن أمسية الجمعة شهدت السقوط العالمي للكرة الإسبانية وأردفت البطل مرغ في الأرض. صحيفة سبورت اختارت عنوان الفضيحة منذ البداية، أما صحيفة لاراثون فقالت إسبانيا فقدت صوابها في لقاء هولندا، فيما طالبت ماركا المدريدية بضرورة إصلاح الوضع قبل فوات الأوان. الموندو ديبورتيفو رجعت بالذاكرة لمونديال 2010 بجنوب إفريقيا وقالت بأن لافوريا الرخا تلقى صفعة من هولندا التي انتقمت من هزيمتها في نهائي النسخة الماضية وتساءلت من يتحمل مسؤولية الهزيمة الثقيلة والقاسية، مضيفة بأن هدايا الدفاع أغرقت المنتخب الإسباني. ونقلت أيضا تصريحات لحارس المرمى إيكر كاسياس الذي قال بأن مباراة هولندا شهدت أسوأ عرض قدمه في حياته. الموندو ديبورتيفو أيضا عنونت صفحتها الأولى بالتأكيد على غياب الحظ عن تاريخ 13 الذي يصادف يوم الجمعة وفيه يفضل تجنب الزواج والسفر، وهو مثل إسباني مشهور بيان ستريثي نوتي كاسيس نوتي امباركيش.
بيير نستريسي نوتي كاسيس نوتي مباركيس. انا بغيت نسال غير محمد السباعي واش فهمها ولا ما فهمش. انا الترجمان خاي محمد السباعي داليا في الكره في اللغه الاسبانيه. محمد السباعي فؤاد اليوم ولع يخلص العشاء نترجمه. اليوم الجمعه 13 كيقولوا الاسبان نوتي كاسيس نوتي مباركيس، ما تركبش في الباخره وما تتزوجش. اذا هو يوم حداد كان بالنسبه للمنتخب الاسباني. كان يعني احنا دائما عشنا هذه الهزيمه الرابعه فقط للمنتخب الاسباني منذ تربع يعني فيسينتي ديل بوسكي وخدا المنتخب الاسباني يعني منذ 2008 اربع هزائم، لكن ربما اقصى هزيمه وقالوها جميع اللاعبين، قالها انيستا، قالها كاسياس، البا قالها كاسياس، قالها راموس، يعني ربما اسوء نتيجه في المشوار الرياضي ديالهم. يعني وارد ان انت تخسر، دايما بنقول الكلام ده، لكن الخساره بالامس بعتبرها خساره مهينه، خساره مذله بالنسبه للاسبان، على اعتبار انها جت بالشكل وبالصوره وبالطريقه اللي حصلت دي، رغم ان هم بداوا المباراه دخلوا المباراه كويس وسجلوا جول وديفيد سيلفا انفرد وكان ممكن يسجل، لكن ما قدروش يستفيدوا من ده بشكل كويس جدا. شايف انه هولندا برضو عشان يعني انا حاسس ان في مبالغه ناحيه اسبانيا. الموضوع مرتبط بالبطل، ببطل العالم ومرتبط ببطل اوروبا ومرتبط بنجوم كبار يمكن قدموا ملاحم كبيره جدا من التتويج في البطولات كلها اللي لعبوا فيها، دايما بيلعبوا على منصات التتويج، لكن برضو ده ما يخليناش ننسى هولندا باي حال من الاحوال، هولندا اللي احترمنا فان جال في ادارته للمباراه في تدعيمه المنتخب. ويمكن انا النهارده بس يا جلال عملت مقارنه بسيطه بين ماذا جرى في منتخب هولندا 2010 وماذا جرى في منتخب هولندا 2014 وايه اللي حصل على النقيض مع الاسبان، هتلاقي انه فان جال جه بشخصيه جديده، بدا يدعم، بدا يضخ دماء جديده بعد الناس اللي راحت، خالد بولحروز وبرونك هارست واندري اوير وماساخسن وفان بومل وستوكلنبرج الحارس، بتتكلم عن لعيبه كانت لعيبه كبار ولعيبه على مستوى عالي، لكن تقدم بيهم السن، العطاء ما بقاش هو العطاء، على عكس اسبانيا اللي ظل هو قناعات ديلبوسكي، حتى كنا كلنا بنقول ديلبوسكي باقي حتى الموت مع المنتخب الاسباني والانتحار والكلام ده. صحيح دي اللعيبه اللي رفعت اسبانيا واعادت الهيبه الاسبانيه بشكل كبير جدا، لكن سنه الحياه انك هتيجي في مرحله بيقول بيعتزل تشافي هرنانديز راح يلعب في قطر، مع احترامنا طبعا للدوري القطري، لكن معناه انه المنحنى بالنسبه له بيقل، وبالتالي طبعا اسبانيا عليها انها تتدارك الموقف. نعم. تقدر تعبر، تقدر تعبر جدا لو تم التدارك وتم التغيير، كله بيتكلم دلوقتي في محور التغيير. نعم. والتدارك ربما يكون في اللقاء القادم مع منتخب الشيلي. نعطيك الكلمه. لا انا اظن يعبر لكن المشكل الا خممتوا معايا مزيان غادي تلقاو بانه المنتخب الاسباني حتى ولو في 6 نقاط هيكون مشكل. نعم. اذا تساوت يعني كل اللي كانت هناك. نعم. الفرق متساويه. الصحف الاسبانيه. نعم. عندك الصحة فخر الدين دخلت. راه مشكله راه عندك. علاش يا جلال؟ تكلمنا البارح تكلمنا على 5. لا. هذيك 5 هي اللي غتخلق مشكل لاسبانيا. نعم. لان ما كنظنش بان المنتخب ديال الشيلي غادي يخسر يعني مع هولندا. ولكن فخر الدين ربما كاين، انا ما خصنا نبحثوا على بالنسبه للتساوي ب6 نقاط بين المنتخبات الثلاث، نقدروا نمشيو في هذه الفرضيه ديال انهم يحتلوا يعني 6 نقاط او لا هولندا غتكون عندها 9 نقاط، الا تساوى المنتخب الاسباني مع منتخب الشيلي غتكون النسبه بين المنتخب بين المنتخبين، يعني النتيجه اللي غادي تحسم الان اللقاء القفل بالنسبه للمنتخب الاسباني هو اللقاء مع الشيلي. فؤاد انا نقول لك شوف اسبانيا ولا خويا فخر الدين راه عارف انت الحاجه اللي غتقولها راه لا لا يقول لا هذه ماشي تخمينات، هذا مشكل غادي تقدر توقع فيه يقدر توقع فيه منتخب اسبانيا. لان الشيلي اش باقي له؟ الشيلي باقي هولندا زيد. نعم. وباقي اسبانيا. واسبانيا باقي لها يعني المنتخب ديال استراليا والمنتخب ديال الشيلي، وهولندا عندها 2 ديال المنتخبات، يعني القفل اللي كان يقدر يخلق مشكل لمنتخب هولندا وهو منتخب اسبانيا. مع العلم على انه حتى الشيلي ليس من المنتخب الهيين. فاللي الحلقه الضعيفه في هذه المجموعه اللي غنقولوا حنا هي استراليا. ولكن وربما المساله اللي تنفع الشيلي، وهنا متفق معك، ان الشيلي لما ستواجه هولندا، هولندا تكون ضمن التاهل ديالها. لا راه هذا المشكل كما قال جلال، راه غادي يطرحوه الصحافه الاسبانيه والناس
التقنيين غادي يرجعوا لهذا المشكل، لانه في 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 حاله تساوي الفرق بست نقاط راه غادي يكون مشكل فؤاد ديال يعني كيف كنقولوا حنا ديال الكولافيراج. اذا مدرب المنتخب الاسباني فيسنتي ديل بوسكي قال بعد هذه الهزيمه الثقيله امام هولندا بانه غادي يحاول ارجاع الثقه اللاعبين، مضيفا بان هذه الهزيمه القاسيه لكنها ليست نهايه العالم وكل شيء ممكن في باقي المباريات. نستمع لفيسنتي ديل بوسكي. رويدا رويدا سنخرج من هذا الوضع الشاد. لم تكن لدي النية للظهور في مؤتمر صحفي. نحن نحاول تدريجيا نقل الثقة بعد هذه الهزيمة الصعبة. هذه الهزيمة ليست نهائية بل فقط جزئية، ونأمل بأن نتدارك الأمر في المباراة القادمة. من الممكن أن تكون هناك تغييرات، ولكن لا نريد التسرع أو اتخاذ قرارات متسرعة. إذا كانت هناك أي تغييرات فلن تكون لتوجيه أصابع الاتهام لأحد. لدينا 23 لاعبا وكلهم على استعداد، وكما هو دائما فسنسعى للبحث عن أفضل الحلول. إذا فؤاد فيسنتي ديل بوسكي اعترف بشيء وقال أن يعني خسارة ثقيلة لكن هي ماشي نهاية العالم وماشي نهاية كأس العالم، وقال كذلك أن من الممكن أن تكون هناك تغييرات، ولكن قال ما بغيناش نتسرعوا، وإذا كانوا تغييرات فاحنا ما نوجهوش يعني أصابع الاتهام وتكون هذه الهزيمة حيت الخطأ هذا اللاعب ولا مسؤولية هذا اللاعب، هي هزيمتنا احنا جميعا، ولكن ربما نحاولوا نغيروا شيئا ما في هذا الفريق. هي سفينة ديال المنتخب الإسباني غرقت في مستنقع المنتخب الهولندي بشكل تام، الربان اللي هو ديل بوسكي مسؤول، والبحارة اللي هم اللاعبين أيضا مسؤولين، يعني لا يمكن أن نحمل المسؤولية لهذا أكثر من الآخر. يجب أن نعرف وأن ندري بأن هادو لاعبين محترفين، لاعبي فريق برشلونة، لاعب فريق ريال مدريد، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، أو لاعبين آخرين في أندية أخرى، يعني لاعبين اللي سبق لهم تعرضوا لهزائم من هذا القبيل. وبهذه الحصة ريال مدريد انهزم أمام برشلونة بخمس إصابات لصفر، وفريق برشلونة انهزم أمام ريال مدريد بثلاث إصابات لصفر، وهاد اللاعبين كيداركوا الموقف وكيرجعوا للمنافسة في مباريات أخرى. يعني كما قال ليس نهاية العالم، لاعبين محترفين، لاعبين عندهم الثقة في النفس ديالهم، وربما هذه الهزيمة تشكل واحد الصفعة لأن تخرجهم من ذاك يعني الكرسي العاجي اللي جالسين عليه هذه المدة ست سنوات، يراجعوا أنفسهم، يراجعوا الطريقة اللي كيلعبوا بها، وربما تشكل أنهم يشكلوا انطلاقة جديدة للمنتخب الإسباني، والنتيجة ربما أمام اللقاء القادم أمام الشيلي هو اللي يشكل معيار لهذه الصحوة ديال النخبة الإسبانية. يعني بالأمس محمد السباعي مباشرة بعد المباراة كارلس بويول يعني قلب الأسد ديال المنتخب الإسباني قال في تغريدة على تويتر بأن بهبوط مستوى البرسا سقطت إسبانيا، لا يمكن إنكار ذلك. وكما قال بيلي يقول بويول عن منتخب إسبانيا إنه منتخب برشلونة، هارد لك لمشجعي إسبانيا كيقول لهم بويول. بطبيعة الحال هستعيرها المرة دي من فؤاد الحناوي. طبعا برشلونة وهو بيجلس على قمة كرة القدم في العالم طبيعي يا جلال انه هيبقى الاختيارات بشكل اكبر منه، يعني الريال تعرض لكباوات عانى او كذا، لكن معروف ان برشلونه بيتحصل على اكبر كم كمان من اللعيبه المواطنين اللي هم اللعيبه الاسبان، يعني اذا اتكلمت وانت ماشي بقى بدايه من بيكير لبويول لجوردي البا لتشافي هرنانز لنيستا ديفيد فيا لما كان موجود بيدرو رودريجيز، وبالتالي بتتكلم عن قوام اساسي كان بيتم التدعيم بيحصل في حدود كاسي سيرخيو راموس او تشابي الونسو، بس دي العناصر تقريبا، ودخل لك جالك قريب ديفيد سيلفا وجالك خيسوس نافاز اللي ما شاركش في البطوله. انا بقول طبعا بكل تاكيد زي ما الكل اجمع انه انخفاض مستوى برشلونه اثر لا محاله على الفريق، حتى طريقه اللعب ما هم كانوا بيلعبوا بالتيكي تاكا، وبالتالي هديه كانت بتقدم، وانا شبهتها بالنادي الاهلي المصري عندنا في وقت من الاوقات لما كان منتخب مصر منتخب شحاته بياخد كل البطولات، كان في تسعه اساسيين من النادي الاهلي وهو بطل
افريقيا، بطل افريقيا ثلاث او اربع نسخ ورا بعض، بكل تاكيد بتقدم هديه للمدرب الوطني، بتقول له اتفضل ادي اللعيبه الجاهزه، اللعيبه اللي خدت على منصات التتويج، اللعيبه اللي ما بتقبلش غير ان هي تكون رقم واحد، خد كل الالقاب، كل الالقاب، حدث ولا حرج، اذا كان الدوري الاسباني، اذا كان الكاس، اذا كان دوري الابطال، اذا كان السوبر الاوروبي، راح كاس العالم للانديه، وبالتالي ده كله اثر. كان يجب هو الخطا اللي اخطاه ديلبوسكي انه كان لازم يشوف حل، لانه بدري شاف انه برشلونه في تراجع، يبقى اذا اللعيبه دي مش هتخدمك. نعم. او الحموله والانتاج بتاعها يا جلال مش هيبقى نفس الطاقه او نفس الجهد في الاداء. نعم. فانا بعتقد انه كان يقدر بشكل او باخر، لكن دلوقتي الكلام ده ملوش لازمه على ارض الواقع، هو بيشوف العناصر الموجوده ومعاه انا بقول ما زلت من الادوات اللي ممكن ان هي تساعد المنتخب الاسباني بشكل كويس. هو كي اعترف بها وكي يقول لدينا 23 لاعب وكلهم على استعداد، ونحاولوا يعني نوجدوا احسن حل بالنسبه للمنتخب الاسباني لتفادي يعني هزيمه اخرى وخروج مبكر منذ الدور الاول، كما كان الحال بالنسبه للمنتخب الفرنسي بطل العالم في 98 وخرج منذ الدور الاول في 2002، وكذلك بالنسبه للمنتخب الايطالي اللي خرج منذ الدور الاول في آخر كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، واللي كان حامل لقب المونديال عام 2006. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد لحظات قليلة والحديث سيتركز حول مباريات مجموعة الأرجنتين التي يعني كتتمنى أنها رفقة ليونيل ميسي يمكن لها تنتزع لقب كأس العالم وتواجه البوسنة يوم الغد، كذلك فرنسا التي تواجه الهندوراس، وسويسرا ضد الإكواتور. خليكم معنا، نلتقي بعد لحظات قليلة. مرحبا بكم إذن مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من ساعتنا، ساعة المونديال. نذكركم مرة أخرى أنه يمكنكم تفاعلوا معنا، تشاركوا معنا في هذه النقاشات ديالنا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج المونديال @mediantv.com، عبر صفحة الفيسبوك لبرنامج الماتش، وكذلك عبر رسائل قصيرة SMS على الرقم 5850. الأرجنتين تدخل المونديال يوم غد في مواجهة لفريق يتأهل لأول مرة لكأس العالم، الأرجنتين وليونيل ميسي اللي فاز بكل شيء فخر الدين رجحي، لكن يعني ميسي ما سبقلوش ويعني وتميز في مباريات كأس العالم، واش غيكون هذا المونديال، مونديال ليونيل ميسي اللي يخليه يلتحق بركب بيلي، مارادونا وزيدان. إلا تكلمنا على ميسي غادي لابد ما نتكلموا على العطاء ديالو دي مع فريق برشلونة، يعني كيفاش مرات السنة. نعم. ميسي لم يكن يعني بذلك المستوى الذي ظهر به في السنوات، ولكن البعض كيقول علاش ما ظهرش بديك المستوى، لانه هو كيخمم في المونديال. لا هو صرح بها جلال، يعني هذا هو المشكل، لانه صرح المشكل ديال ميسي في انه صرح قال هذا الموسم هذا انا كنستعد لكاس العالم، وما اثار حفظت. وعلاش ما قالش مارادونا؟ نعم علاش مارادونا ما كانش كيقول انا كنستعد لكاس العالم؟ علاش بولي ملي كان، لا مش الظروف، فؤاد كان هو تصريح خبيث منه على فكره، لانه هو مستواه فعلا هو بيعاني. شوف جلال، المستوى ملي كينزل ماشي حق، علاش؟ لانه لعب مباريات كثيره. نعم ويعول عليه كثير، يعني في كل يعني المباريات والضغط والضغط عليه. لاحظنا حتى في المباراه الوديه كيف يعني غثيان، يعني جاء يعني غثيان في المباراه وحس بواحد الارهاق، اصيب لفتره وابتعد خلال الموسم. نتمنوا على انه كيف اسبق لك شرتي، ماشي احنا الجمهور ديال الارجنتين، كل متتبع صغير وكبير يعول على ميسي، انه دائما حتى في كوبا امريكا ولا في كل يعني التظاهرات الجمهور ما راضيش على العطاء ديال ميسي، كيقول لك لماذا ميسي في برشلونه يكون 100% وعندما يلعب مع يعني المنتخب الارجنتيني
ترى ميسي عادي اكثر نعم. من عادي. واش ميسي قادر يحمل المشعل ديال مارادونا ويكون قائد حقيقي على انه لان مارادونا ما تنساش هز الارجنتين فوق دارو ومشى بوحدو وفاز بكاس كاس العالم. بالنسبه لميسي كيقولوا ان الجمهور الارجنتيني ما كيحملش ميسي كثيرا في القلب ديالو بالرغم من هذه الانجازات اللي حققها مع فريق برشلونه وفوزه بالعديد من الالقاب. لا لا يا فؤاد واحد القضيه نقولها لك، البرازيل والارجنتين يعني الامريكا اللاتين سير تلعب في اوروبا شغلك هذاك دير القاب، ولكن هما عندهم واحد النزعه. شوف غير نيمار، نعطيك واحد المثال فؤاد، نيمار دابا مع البرازيل هو مع برشلونه ما كانش في العطاء ديالو 100%، ما ظهرش بالمستوى لان باقي الله جا باقي يمكن كنقولوا احنا باقي ما انسجمش مع اللاعبين، ولكن هو مع المنتخب ديال البرازيلي اليوم راه ناجح لحد الساعه، هو سماه العريس ديال الليله ديال كرواتيا، سجل هدف يمكن كان فيه محظوظ وتحت ضربة جزاء كان فيها محدود، ولكن كيبقى دابا هو معشوق الجماهير ديال سميتو. بالنسبة لميسي وحالته مع في الأرجنتين كيقول لك أن ميسي ما لعبش في الأرجنتين، يعني الناس نعم. ما شافوش لعب في الأرجنتين خلافا اللي عام مارادونا اللي لعب مع ريفر بليت قبل ما انتقل لفريق برشلونة، ثم أيضا كما ذكرتي العطاء ديالو مع المنتخب بالرغم من هاد يعني المباريات اللي خاضها مارادونا بوكا جونيوس، فيعني بالرغم هاد العطاء والمباريات اللي خاضها مع الأرجنتين ربما ما عطاش مع المنتخب نفس، وربما هذه هي اخر فرصه لميسي انه نعم. يحمل على العاتق ديالو، يتحمل المسؤوليه ديالو، يحاول يحمل على الاكتاف ديالو مسؤوليه الارجنتين اللي كتبحث على لقب ثالث، وكما ذكر جلال حينها فقط ربما غادي يدخل للنادي المغلق ديال اللاعبين الكبار اللي فازوا بالكره الذهبيه اللي حققوا القاب مع الانديه ديالهم واللي لوحدهم ربما صنعوا الفوز بكاس العالم كما هو شان مع بولي مع البرازيل، وبالنسبه لمارادونا مع الارجنتين 86 او بالنسبه لزيدان مع فرنسا في العام 98. وحتى هذه المناسبه انا اظن يعني المنتخب الارجنتي سوف يواجه منتخب البوسنه، ويعني من بعد كاين هناك فرنسا والهنغراس يمكن يلقى مشكل مع الهنغراس لانه لا هو ماشي مجموعة نيجيريا انا كنقول يعني في مجموعة نيجيريا وايران، هذه ايران ما غاديش نتكلموا عليها الان، نيجيريا يمكن تخلق يعني منتخب بطل افريقيا وخاصة الارجنتين عندها ذكريات مع يعني ماشي مع الكاميرون مع الفرق يعني المنتخبات الافريقية كتعاني معنا كثير، وكنعرفوا احنا اللعب اللي كيمتاوز به اللاعب المنتخب الافريقي مغاير على ذاك الوان تو اللي كنقولوا حنا ولا التقنيات ديال الفرديه ديال الارجنتين ولا ديال البرازيل وهذا، فكيف قال جلال وحتى الجمهور يعني ديال الارجنتين ولا كل متتبع صغير وكبير يعول كثير انه يشوف يشاهد كيف شاهدوا الناس نيمار في العطاء نعم. ديالو، لان حنا كنبقى ديما كنتسناو الجمهور اش كيتسناو النجوم نعم. كيفاش غادي يظهروا مع المنتخبات ديالهم في كاس العالم، نتمنى على ان ميسي نعم. يمتع الجمهور ديالو. يعني ليونيل ميسي الارجنتين كلها كتنتظرها كما قلتي فخر الدين ان يعني مارادونا حمل فوق الكتاف ديالو المنتخب ومشى وفاز بلقب كاس العالم، لكن بجوج لكن صافي تاخذنا لكن جبت مارادونا جلال اضعف خط عنده وخط الدفاع ديالو، وحارس مرمى المنتخب الارجنتيني يعني هو الحارس الاحتياطي فين فريق موناكو ما لعبش ولو 20 مباراه، والمباريات اللي لعب هي مباريات الكاس ضد فرق ديال القسم الرابع والقسم الخامس، وحتى يعني الصحفيين والاعلام الارجنتيني يتخوف كثيرا من ضعف يعني هذا الدفاع، ربما المجموعه اللي يعني والقرعه كانت رحيمه مع منتخب الارجنتين لان تلقى مع البوسنه تشارك لاول مره في كاس العالم، ايران ما نظنهاش
تكون يعني خطيره بالنسبه للمنتخب الارجنتيني وكذلك المنتخب النيجيري. الارجنتين عندها مشكله فعلا في الدفاع، يمكن انا اتفرجت لهم على مباراه ترينداد وتوباغو الاخيره قبل المونديال على طول، عنده مشكله في ديمي كيلز ويمكن هو بدا يبعده شويه عن المشاركه. زاباليتا عندهم بطء شويه في عمليه التغطيه او عمليه الارتداد الدفاعي وكذلك الرقابه والضغط على مهاجم الفريق المنافس، ويمكن هي ابرز المشكلات اللي بيفكر فيها سابيلا. هيلعب ماسكرانو فين؟ هل هيلعب ماسكرانو قلب دفاع ولا هيلعبه في وسط الملعب؟ دي فرقه وتكهنات لحد دلوقتي. هل ماسكرانو ممكن يبقى ليه دور في قلب الدفاع بالطريقه اللي بيلعب فيها في برشلونه ولا برضه عنده مشكلات؟ وبالتالي هي فعلا المشكله المصدره. اذا بتتكلم على وسط الملعب او الشق الهجومي عنده ترسانه من اللعيبه وجاهزين كلهم. وخلي بالك ان انخيل دي ماريا انا بقول ان هو اللي هيحدث الفارق وهيكون ورقه الحظ بالنسبه للمنتخب الارجنتيني بالحاله الفنيه والمعنويه الكبيره اللي هو فيها، بانه وصفوه بانه رجل مباراه النهائي، بانه اعاد برضه مع سيرخيو راموس والهدف الثاني اللي جه في توقيت جدا مثالي عمليه جاريس بيل لما عمل الكره وانفرد بتيباوت كورتوا. دي كرة جميله كانت فكرنا بها ليك طبعا. فؤاد طبعا جايه له على الطبطاب. ما لا اش نجمته؟ جايه له على الطبطاب يعني على مزاجه. على مزاجه يعني. عشان عشان نكمل بس الفكره، فهي دي اعتقد يا جلال. والنقطه اللي انت قلتها على روميرو حارس موناكو اللي تقريبا برضه في مش في المستوى، وبالتالي هي دي المعاناه بالنسبه للارجنتين. مباراتهم مع البوسنه مباراه المجهول لانه هيلاعب فريق اول مره بيزور مونديال لاول مره. هو الوحيد الذي لم يسبق له ان شارك في كاس العالم بيزور المونديال، ودي برضه مشكله. انا اتفرجت على منتخب البوسنه برضه في اكثر من مباراه، على فريق على مستوى عالي جدا، فريق لعيبته بيمارسوا عنده 5-6 في البونز ليجا اساسيين في انديتهم بيأدوا بشكل عادي جدا. ايدن زيكو، فيداد ابسيفيتش، امير سيباهيتش، كلهم عيله هيتش طبعا معروف الدول الخارجه من اوروبا. وبالتالي عليه الانتباه في هذا اللقاء سابيلا، اللقاء ممكن يكون بوابه المرور بالنسبه للمنتخب الارجنتيني يفرض كلمته. وميسي عليه برضو انه يقدم الفارق، لانه مونديال ورا مونديال ورا مونديال وميسي مش موجود. دي مشكله، دي مشكله كبيره جدا للجماهير. زي ما قال الكابتن فخر الدين اتكلم في نقطه جدا مهمه، انك روح واعمل في اوروبا زي ما انت عايز وخد بطولات ماشي، لكن اللاتينيين بالذات بينظروا للاعب اللي هو بيحمل قميص الوطن الام على دي. شوف مارادونا العظيم، يعني انجاز من 86 ما زال بيتحدث عن نفسه حتى الان. بيلي حدث ولا حرك. زيدان عاملين لهم تماثيل يا جلال. لا لما تروح هناك تلاقي تمثال لمارادونا، تلاقي تمثال لبيلي، تلاقي تمثال لزجاله العظيم قدام النادي بتاعه وهكذا. فهي دي الذكرى بالنسبه لهم. لا محمد سماعي، اللاعب ميسي يعني برغم الالقاب وربما فاز لاعب لي 4 سنوات احسن لاعب في العالم، احرز كل الالقاب الممكنه والغير ممكنه مع فريق برشلونه، لكن لن يشفع له هذا يعني في حتى الميداليه الاولمبيه اخذها مع المنتخب الارجنتيني ضد نيجيريا في بكين، لكن كل هذا لن يشفع له امام الجمهور الارجنتيني، لان ربما ميسي لن يدخل الى قلوب الارجنتينيين بشكل تام وبشكل شامل، ولن يدخل كما قلنا تاريخ يعني النادي المحدود للاعبين الكبار العالميين اذا لم يفوز بكاس العالم. وسيكون حاملا لشاره العميد، وربما ميسي حامل للكاس العالميه اللي هي ربما صوره تراود ميسي. وميسي عنده الان فرصه الاخيره، وفي سن 26 يعني بعد 4 سنوات يعني ما تكون عنده 30 سنه. مارادونا اخذ اللقب العالمي 86 كان عنده نفس السن، يعني 26 هو السن المثالي باش لاعب يحرز كاس العالم. اذا المنتخب الارجنتيني يواجه منتخب البوسنه والهرسك، بوسنيا اللي ربما تكون اصعب يعني خصم بالنسبه لاصدقاء ليونيل ميسي في هذا الدور الاول. اللقاء الثاني فرنسا ضد الهندوراس، وديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، واحد الفرسان اللي رفعوا كاس العالم مع المنتخب ديال دياكا في مونديال 98، قال بان هذه المباراه ديال الهندوراس ما غادي تكونش سهله، وجميع المنتخبات غادي تدافع على الحدود ديالها. والدليل هزيمه اسبانيا وفوز البرازيل بصعوبه. ديدي ديشان
qu'ils soient champions du monde il y a 4 ans, ils avaient perdu aussi le premier match. منتخب إسبانيا الذي توج بلقب العالم في النسخة الماضية سقط في مباراته الأولى. البرازيل أيضا لم تفز بسهولة. ليس هناك مباراة سهلة في المونديال. جميع المنتخبات ستدافع عن حدودها. ومباراتنا مع هندوراس لن تكون سهلة. هذه مسألة واضحة. يعني المنتخب الفرنسي يعود للمونديال بعد يعني ديك المهزله جنوب افريقيا وديك يعني قضيه طوبيس ديال نايسنا والاضراب عدوهم الكاميرون يعني شخصيه المدرب اللي فاز بكل شيء كلاعب. ربما الكل كيقول ان تواجد ديدي ديشان في البونتوش ديال المنتخب الفرنسي يعني بدات كتبان النتائج ديالو ان ما كاينش مشاكل في المجموعه وحتى غياب يعني فرانك ريبيري ربما تحول من يعني مشكله لحل بالنسبه للمنتخب الفرنسي. لا غير واحد الاشاره وهو خلال تتبعنا المنتخب فرنسا والنتيجه ديالو يعني الانتصار ديالو على الجامايك ب8-0 وهما شويه هما تبارك الله تي فرنسيين انت كتعرف احسن مني جلال مالهم يعني كثرات الهضره بزاف وكلشي بدا كيتكلم بانه يعني المنتخب احسن استعداد ديالو وحتى رافقوه لما مشى صوروه هو غادي في الطائره وحتى البيلوت خرج بذاك الدرابو احتفلوا يعني احتفلوا وتيقولوا كاين هناك انسجام وبينهم في التصاور ديال سميتو 15 اغاني ديالهم اللي كيبغيو بينهم بليزيكوتور كيقول لك كل لعاب اشمن اغنيه اللي كيبغيو تيديروا هذيك يعني اشياء اللي هي ما عمرنا كي قلتي انت من ذاك المونديال ديال جنوب افريقيا اللي كانوا فيه مشاكل على الفلوس وكانوا باغيين يعني الاضراب وداروا اضراب على التداريب يعني شفنا شي حاجه اللي ما عمرنا ما شفناها سابقه في التاريخ كانت سابقه خصوصا المنتخب فرنسا لانه معروف على انه انضباط ويعني وكل شيء فهذه اشياء جلال يمكن كتعطينا وكي قلتي يعني واحد الوقيته ملي سمعنا ريبيري غادي يغيب على المنتخب كانت يمكن تكون صفعه قويه لدي ديشون وحتى الجمهور الفرنسي ولكن مع ذلك يمكن انا تنقول ويمكن يشاطرني فؤاد ولا انت ولا السباعي ولا الناس اللي كيسمعوا لنا بانه وصل الوقت ديال كره القدم ولات هي مجموعه. نعم. والمدربين انا نعطيك واحد القضيه هضرتي على فالكاو. فالكاو 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 قلت بانه نعمه ولا نقمه. كانت الغياب ديالو كان نعمه. لان علاش؟ انا تبعت المباريات ديال الاخصائيات ديال كولومبيا. بعض المرات كيكون جلال بغى يدير كل شيء كل ماشي هو اللي كيبغي يدير كل شيء. الفريق اللاعبين كيبغوا يلعبوا بالعجلة. خص الكره اللي شدها اللاعب يوصلها لفالكاو. اذا هنا ملي تيبان لك اللاعب كاين بعض اللاعبين اذا حيدوا من الفريق اللعابه يتحروا وهذا هو اللي لاحظناه في المنتخب ديال كولومبيا اليوم. اللي لعب بواحد الطريقه وقال شارليها السباعي وما رضيتش ديال البال قلتوا فالكاو بالعكس بعض المرات غياب بعض اللاعبين تيكون نعمه اكثر ما هو نقمه. رجعوا لريبيري ورجعوا حتى المنظومه ديال جميع المنتخبات كان واحد الوقت لاعب واحد حنا تكلمنا عليه كيحمل الفريق وتيولي يزيد الفريق قدام. اليوم المدربين كيقول لك انا غادي تعطيني لعاب كيسوى 700 مليار ولكن غادي يبقى يدير لي في المشاكل وغادي يقول لي انا ما نلعبش واحد تكنيسيان الور هو كيمشي يلعب بطريقه ديال المجموعه تيحاول يبحث على مجموعه ديال 23 تتشابه في العطاء ديالها. كاين هناك انضباط كاين هناك انضباط تكتيكي في الملعب خارج الملعب في الفندق هما هادو المدربين علاش كيبحثوا الان. فلهذا انا كنظن بان المنتخب الفرنسي فهو جاهز. لماذا؟ لانه الجاهزيه فين كتبان؟ كتبان في التحضيرات وكتبان حتى في الجو الذي يسود داخل المجموعه. وربما فخر الدين اللي كينفع اليوم المنتخب الفرنسي وهذه الاجواء يعني الممتازه اللي كاينه لان هما لحقوا وصلوا للحضيض. ما يمكنش ينزلوا وكانت وشافوا ديك الضجه اللي خلفتها ديك المشاكل ديال جنوب افريقيا. الان ولا كلشي كيركز وكنشوفوا حتى في التقارير الاعلاميه اللاعبين كيضحكوا بيناتهم كانها يعني سكوب اللاعب راه فاهم بيناتهم اللاعب حتى ديك جنوب افريقيا ديك الذنوب ديال تيري اونري ذاك ديال ايرلندا ديالو خلصوا عليها خلصوا عليها في جنوب افريقيا. كنت هتلتي على الاختيارات البشريه ديال ديدي ديشان في احدى التصريحات ديالو قال انه ربما في بعض الاحيان يعني يعني
يبكي بالفرح، ربما الان يجب ان نفرح في هذا يعني المأساة اللي وقعت ديال يعني غياب ريبيري. يعني انا خصنا ننظروا بنظره متفائله يعني غياب ريبيري ليست نهايه العالم. ثم ايضا العديد توجه اللوم لدي ديشون غياب بعض اللاعبين خصوصا سمير نصري اللي قدم نهايه موسم لا باس بها مع فريق مانشستر سيتي، ساهم في الدخول ديالو احراز مانشستر سيتي للقب البطوله الانجليزيه، لكن تم استبعاده. لماذا؟ لان هذا اللاعب لاعب مشاغب، لاعب اللي ما كيرضاش يجلس على كرسي الاحتياط. كلنا كنذكروا التصرف ديالو المشين تجاه وسائل الاعلام الفرنسيه لما سجل هدف في بطوله اوروبا للامم امام المنتخب الاوكراني، ثم فاش خفاش اللي تغير تعقل وهو هذا فضل انه يحافظ على المجموعه. هادشي تكلمنا عليه يوجه دواء المجموعه متجانسه متكامله اللي ربما انا كنظن فرنسا ما عندهاش امكانيات باش تمشي بعيد في هذه البطوله العالميه، وربما اللقاءات القادمه هي اللي غادي تثبت لنا والتخمينات ديال السي فخر الدين. وهناك قضيه جديده ديال المنتخب الاسباني مع فرانك ريبيري وتصريحاته اليوم، قال ان كان هناك مشكل ما بين الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي والطاقم الطبي للمنتخب لفريق بايرن ميونخ. اليوم صرح بان هو عنده كيعطي الثقه اكثر للطاقم الطبي لبايرن ميونخ، لان طبيب من المنتخب الفرنسي قال انه ما بغاش يعني يضرب ليبره لانه كيتخوف منه، وقال هذا كله ماشي كلام معقول، وهو ما فضل انه ما ياخذش الكورتيزون باش يشارك في كاس العالم. وصلنا الحصه ديال التخمينات بسرعه. حنا هاد القضيه ديال ليبره خرج هنا المغاربه كيضربوا 30 بره في حتى مشكل. اذا نختاروا مباراه ديال شنو المباراه اللي بغيتوا نعملوا عليها تخمين بسرعه، فرنسا ولا الارجنتين؟ ناخذ خل... مباراه الارجنتين. 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 خلاص دابا دخلنا للصحه. بشحال؟ لا فوق جوج ديال الاهداف. فوق جوج ديال الاهداف. لا الارجنتين تكسب 2-1. 2-1 فؤاد. انا 2-0. انا خويا نمشي مع لابس الاوية فرقة واحدة لابس الاخضر. وانا اليوم عنكم انا اللي بغى يربح اللي بغى يربح يتبع فخر الدين. لا لا انا اليوم عنكم هو فخر الدين البوسنة ستحقق نتيجة. البوسنة كنسمعوها ملي كيكون الحرب مش عارف. لا لا سجلها بقى على قلاه اليوم انا كنقول البوسنة. اذا مشاهدينا الكرام انتهت حصتنا ديال ساعة المونديال، شكرا جزيلا للزملاء السي فخر الدين رشحي. نعم رشحي رشحي. اذا ديما كتقول يا رشحي وقالوا لي ماني الدار قولوا لي بقى يقول لك رشحي. لكن غادي يجي شي رشحي فخر الدين. لكن غادي يجي شي ورد يجي مقاد اللي غتقول رشحي غيمشي شي واحد اخر. وانتوكا ما يمشيش عند السباعي ولا عند فؤاد الحناوي. انتهت حصتنا اليوم، مره اخرى نذكركم مشاهدينا الكرام انه يمكن لكم يعني تعاودوا تشوفوا هذه الحصه ديال البرنامج ساعه المونديال على يعني الرابط التالي www.brazil2014.ma، ويمكن لكم كذلك تبعوا اخر الاخبار النتائج كل ما يهم المونديال عبر هذا الرابط brazil2014.ma. لكم تحيات معد فقره هذه الحصه زميل عبد الله الجعفري، مخرجنا اليوم الحاج باهلي وجميع الزملاء التقنيين. نلتقي يوم غد ان شاء الله. الى اللقاء.